بونجور انطوان، كيفك؟ اهلا وسهلا بمطبخنا. معك شيف ملحم، اجي من 2012 بالرمال. اليوم حنعمل لك هلا راس عصفور مطفيه بحامض، سجق مع بندوره وحر، وسوده دجاج مع كزبره وثوم ودبس الرمان. اهلا وسهلا فيكم بريمال. نحن المطعم صار له 2001 فاتحينه. نحن منخبر قصتنا وقصة لبنان وقصة المطبخ اللبناني، الاكل اللبناني، اصول الاكل اللبناني اللي بتعمله امي وامك. هيدا المطبخ نحن اللي بنحبه وما بنغير فيه ابدا، كله عنا تراديشنال، البضاعة كلها فريش، معظم بضاعتنا بتجي من بيروت، والبقية اللي بتجي من فرنسا منجيب احسن واعلى كاليتي. كتير مصاب بغدايه، بصاب بغدايه لانه حسيت بطعمة لبنان عن جد بلا مجاملة. اكلت راس عصفور فيها نفس، اكلت مقانق، اكلت فيل، اكلنا ني، اكلنا لبنة، اكلنا محمرة، اكلنا ورق عنب، وقليل ما برات لبنان بحس بطعمة لبنان بالحامض كلها سوا على كل محن النفس. فالشباب جوا عم يعملوا شغل كتير منيح وانبسطت كتير بالعادة، حتى لو قاعدين برا وفرنسا، بس حسيت حالي سافرت على لبنان ورجعت. عم صور وحدي، فعم جرب اتخانق مع الكاميرا مع اللي عم بكلون. من بعد ما خلصنا فاين داينينج لبنيز تاني ميل، قطعنا الطريق وصلنا على محل يلي هو كاجوال سناك لبناني اذا بدكن، او بيبيع ساندويشات. ولفت نظري شغله كتير مهمه على المنيو، اسمها البرجر لبناني. هلا شكله شوي اكرم من ما كيف كانت تعمله امي، لانه كانت تحط لنا لحمه نص هيدي وملبده وتضل تكبس بربا تطلع طعمتها مثل الكف. بس هني وين رح كمان كفي بهيدي لحمه كتير طريه، فيري جوسي، مع الكولسلو مثل ما بنحبها، كتير كاتشب، خبزتها محمصه مزبوط، وبهاراتها بهارات لبنانيه اللي ما بعتقد حدا بفرنسا بيعملها. فيري نايس.
امي هيك اللحمه بيعملوها سميكه. Very nice. Here comes the next challenge. منقوشه. منقوشه باريس. خلينا نبلش اول شيء قبل ما ادوق. طريه كثير. منا معدمه. عجينتها كثير مرتاحه. مخمره مظبوط. Very fluffy. والزعترات طيبين حادين بقرصوا لسان وفيها سمسم كفايه. والله شو بدنا احسن من هيك؟ بنص بريز طعمة لبنان. غديت عند ليزا. ليزا مطعم كتير مشهور صار له أكثر من 15 سنة وفتح هلا بلبنان صار له كم سنة وماشي حالهم كتير منيح. هاي اللوكيشن كتير حلوة اللي ما في دعاية ما تصورت تحت لأنه البابي بان تبعهم هي العملة اللبنانية القديمة. ليزا باريز هو لبناني. رح أقول شوي تويست لأنه صحونه حلوين كتير. الديكور كتير حلو. واهم شيء عندهم تطلبوا صحن كثير مهم اللي هو الخروف اللي مطبوخ اكثر من 5 ساعات. رزيته عظيمين، بهاراته، لحمته كثير كثير طريه. انبسطت بغدايه. واذا كنتوا هون وعم بالكم تاكلوا لبناني بتوع عند ليزا. عندها فورمير على الغداء بتعطي صينيه فيها بورشونات صغار صغار. بهالطريقه بكون دقتوا تقريبا اكثر من 5 أو 6 فليفرز منه. اللابوراتوار هون راح احط لك الناي. هيدا الناي محضره انا هون بس بدي اسكب لك اياه. هيدي سكب الناي راح اسكب لك اياها دغري. اراد هيدي فراكي. هيدي فتيلي ناي. انا صار لي 45 سنه بالمصلحه. اشتغلت بالديوان 16 سنه واشتغلت بمطعم الرمال 16 سنه وهلا جيت على نوره. بالنسبه للمزه عندك الكب الناي والتبولي والحمص كمان اهم شيء. بدنا اياها هيك. في عندك صياديه سمك هيدي كل يوم موجوده. عندك الخروف المحشي كمان كل يوم موجود. وبعدين هذيك الطبخات هذيك. وعندك النهار الاحد عندك ملوخيه كمان مع الدجاج واللحمه كمان موجوده. اي شكل بدك تكون موجوده. بعدين شو بيطلب زبون على اريحته مستعد اعطيه يعني. يعني ما رح اقدر كثير اخبركم واحكي كثير فوق. الجو كثير كوانسي وقوعه والضو كثير واطي. فانبسطت انه نزلت على المطبخ ضو كثير قوي تخبركم شوي. انا هلا عند ميزو نورا مش عند نورا يلي هو السناك او التريتور او محل الشاورما. عند ميزو نورا يلي هو فاين دايننج هاي اند، واحد من المطاعم الفاين دايننج اللبنانيه القليله بالعالم يلي فتح بس من سنه ونص.
وكثير مبسوط اني هون اليوم تعامل هالاكسبيرينس معكم وخبركم ونشوف سوا شو هن الاكل شو عم بيقدموا وبنشوف شيف اذا طيبين او لا. يعني يا خيي هلا بتشوف وبتضلي تعطيني رايك. هيدي بقدونس هي اجمالا بحطوا لها بصل يعني بس انت ما بدك بصل معها. الشيف عم بيعمل لي كفته لايف فريش دغري. شيف هذا الصحن حتى بيقدر يطلبوا يعني كل التشكيله العامه كلها في عندك ناس كثير بيطلبوها يعني بالاخص اللبنانيه يعني والطعم مثل الطعم مثل طعم اللحم النيه لبنان هلا بتذوقها وبتعرف هلا بتذوقها وبتعرف وعن فراكي جراند جرونات موتارد اللي هو اللي زي دو فاسون باي دو سمك جراند دو جرونات رادي اون سالاد لابني دو فرماج بلان افيك دو تان ويل دوليف اي دو لا مونتيش حمص كاسير دو بوسيش افيك دو سيزام سوجو مع دبس الرمان جراند دو جرونات كافيار دو لجيم بابا غانوز متبل كابولين ولو بلاتو دو بوشي جات اللحام عبرانية، كفتانية، فيلينية، كبينية شوفلور تاجين يلي هي أرنبيط فريتو ميستو دو بيروت يلي هي على باز دو كلام فلوت فتوش فريتو ميستو دو بيروت على باز دو كلامار اي بولب يلي هي أخطبوط بولب اخر مرة اكتشفت باجيت عزعتر وكروسان عزعتر طلع عبالي فرجعت على بولانجي نيكولا فلاميل تاكل كروسان عزعتر بباريس. اخذت كرواسون وكفيت البرمي عندهم كرواسون كتير طيب وعندهم باجيت كتير طيبه. باجيت مرة الماضي فكرت انه عندها زعتر بس من برا بس طلع في زعتر من برا ومن جوا ولا اطرى من هيك. زيت الزيتون خفتها وريحتها وطعمتها وبتضلها تحت السنين على 10 دقايق لقدام. واو طعمه لبنان بباريس كرواسون 100% لبناني زعتر all the way. Nasıl dayım?